اهلا بكم مصر والامارات علاقه تاريخيه ونموذجيه في كافه المسارات تميزت دائما بانها قائمه ليس فقط على الاخوه والصداقه بل كذلك على الفهم الواقعي المتعمق والدقيق لظروف المنطقه والعالم وعلى التكامل وتعزيز التعاون والمصالح المشتركه وهو ما يمنح هذه العلاقات قوه واستدامه عبر الزمن يعود تاريخ العلاقات المصرية الاماراتيه الى ما قبل عام 1971 والذي شهد التئام شمل الامارات السبع في دوله واحده وهي دوله الامارات العربيه المتحده تحت قياده الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان والتي دعمت مصر انشائها وايدت بشكل مطلق الاتحاد واستندت العلاقات بين البلدين الى اسس الشراكه الاستراتيجيه منذ ذلك التاريخ تمتاز العلاقات المصريه الاماراتيه بانها قائمه على الوعي والفهم المشترك لطبيعه المتغيرات الاقليميه والدوليه التي شهدتها وتشهدها المنطقه وتتضافر جهود الدولتين في مواجهه التحديات الاقليميه المرتبطه بارساء السلام ودعم جهود استقرار المنطقه ومكافحه التطرف والارهاب وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات وشهدت السنوات الاخيره تنسيقا وثيقا بين الدولتين وذلك تجاه القضايا الرئيسيه مثل القضيه الفلسطينيه والعراقيه واللبنانيه والليبيه واليمنيه والسوريه فهناك تقارب كبير في الرؤى والمواقف السياسيه تجاه القضايا الاقليميه أما على الصعيد الاقتصادي فتمثل الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي بينما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية فقد سجلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 1.2 مليار دولار وذلك خلال الربع الاول من عام 2022 حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات بنسبة 69.5% مسجلة 576.7 مليون دولار خلال هذه الفترة بينما انخفضت قيمة الواردات المصرية بنسبة 19% مسجلة 642.9 مليون دولار اما على صعيد الاستثمارات فتأتي الامارات في طليعه الدول المستثمره في مصر، حيث بلغ عدد الشركات الاماراتيه بمصر نحو 1250 شركه في مختلف المجالات الاقتصاديه الاستراتيجيه كالاتصالات والسياحه والقطاع المالي والمصرفي والقطاع العقاري والبنيه التحتيه، الى جانب الزراعه والتجاره والصناعه وغيرها. اذن هي علاقات راسخه وقويه تنشد التنميه والتطور والازدهار وتعكس تكامل المواقف وانسجام التحركات ووحده المصير والهدف تحقيقا لمصالح شعبي مصر والامارات